كيف نقرأ اليوم العلاقة ما بين الولايات المتحدة من طرف الاتحاد الأوروبي من طرف آخر وأيضا كذلك بين الصين خلال وأيضا كذلك خلال هذا الكم يعني يعول كثيرا على اللقاء المرتقب بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي لربما لتحريك المياه الراكدة وأيضا كذلك حل بعض الأمور. أنا أعتقد أقرب مثال لتفسير العلاقة ما بين هذه الدول قضية إيران. عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كثير من الدول الأوروبية اتخذت مواقف على الأقل معلنة بأنها ضد هذا. نسمع يوميا احنا في وكالات الأنباء وفي الأخبار ونشاهد هذا أن الكثير من القطاعات والجهات فيما يتعلق لهذه الدول اللي اتخذت موقف ضد الحصار او فرض العقوبات على ايران تنفذ هذه العقوبات. بالتاكيد الكثير من الدول لا تريد ان تخسر علاقتها مع الولايات المتحده الامريكيه، ولكن هي تحاول ان تناور بشكل او باخر لكسب مساحه على الارض. هي تلتزم في شق معين وتحاول ان أن تظهر على الأقل أمام شارعها أن هي لديها استقلالية وليست منصاعة بالكامل للقرار الأمريكي، ولكن يوميا نسمع مصارف أسبانية وألمانية وبريطانية تتخذ مواقف كثيرة أيضا مؤيدة للموقف الأمريكي. هذا يبين لك أنه في العمل السياسي ليس هناك مسلمات ثابتة، هناك مصالح ما بين الدول يتم التنازل عن بعضها للطرف الآخر ومقابل الحصول على شيء. حتى الأمريكان يعني لو لاحظت في الفترة الأخيرة هناك في مجموعة من الدول غضت الطرف عنهم في قضية في العلاقة مع إيران، وبالتالي أنا أعتقد أنه مع مرور الوقت حتتسع الدائرة تنفيذ العقوبات، وجميع الدول التي أخذت مواقف على الأقل ظاهرية إنها ضد العقوبات ستلتزم بها أيضا.